مدشن حركة مقاتلين من أجل مصر، وإحنا مقاتلين طول عمرنا، قاتلنا في 67، قاتلنا في 73، قاتلنا في حرب الاستنزاف، فمش جديد علينا القتال، ولن نسمح أن يجرؤ أي فصيل أن يتجاوز على هذه الأرض، لأن إحنا حررناها بدمائنا وخضناها، ولن نسمح مرة تانية أن يجور على هذه البلد أي أحد كائن من كان. وهو الفصيل الموجود حالي فصيل ليس له خبرة لا سياسية ولا اقتصادية ولا أي مجال عشان يقود، أصل دي مش دولة صغيرة، دي مصر من إحدى قادات العالم. من ضمن الحركات المصرية اللي بتتزرع الآن في ربوع الوطن كله، وده نتيجة حتمية لما تعيشه مصر. مصر تعيش الآن في حالة احتلال، فإذا الاحتلال له المقاتلون وليس السياسيين. مصر يجب أن يتم تطهيرها تماما من هذا الاحتلال. نحن وطن محتل، نسعى إلى استعادة وطننا، نحن الآن نعمل على استعادة الوطن. هذه هي الحركة. حركة مقاتلون من أجل مصر هي حركة للتصدي والدفاع عن أي شيء يهدد الأمن القومي المصري. على رأس هذه التهديدات الحالية اللي احنا لمسنا كلنا ما يجري في سيناء وفي منطقة قناة السويس. سيناء النهاردة الإرهاب مترعرع فيها تماما، دولة فقدت السيطرة عليها تماما، والقيادات المسؤولة يعني سايبة الموضوع يتفشى ويتصاعد. يبقى لابد ان احنا نعيد الامن لسيناء بالكامل، ثم بعد ذلك نبدأ في تنمية الشمالية اللي موجودة. جاي عن جبهة الإبداع المصري وعن مثقفين والفنانين المعتصمين في مقر وزارة الثقافة بشارع شجرة الدر لإبعاد النظام وإبعاد وزير الثقافة الذي ينتمي إلى التيارات الدينية ويحاول العصف بالثقافة والهوية المصرية، وجاي للتضامن مع هذه الحركة المهمة مقاتلين من أجل مصر، وهي حركة شديدة الأهمية في هذه اللحظة، ولازم كلنا نقف جنبها لأنها هتبقى جزء مهم من ثورة 30 يونيو إن شاء الله.